الاكتشاف المبكر للمرض، ولا كمان يعني انت بتتكلمي ده ان هو في السيدات، يبقى ما دام بقى السيدات كده يبقى اكيد بتخلف واكيد بتجيب بالظبط. اولاد، واكيد برضو اللي بيسمعونا دلوقتي واكيد مريضه الروماتويد عايزه تطمن على اولادها، يا ترى بيتاثروا يا دكتور؟ ويا ترى الادويه دي بتاثر على وقت يعني وقت الحمل ووقت الولاده والكلام ده، ويا ترى كمان بتاثر قبل الحمل؟ يعني ساعات السيدات مثلا يقولوا لها لا في ادويه ممكن توقفيها وقت الحمل، تمام. هكذا بقى برضه امراض الروماتويد، يا ترى الادويه بتاعتها اللي بتاخدها، عشان ممكن ساعات ما تكونش قالت للطبيب اساسا انها بتجهز لحمل او انها حامل اصلا، فيا ترى في تاثير فعلا الادويه الروماتويد على الجنين ولا لا؟ طيب احنا الخبر في خبرين، يعني في خبر سؤال صار وخبر غير صار. ليه يا دكتور في عوده الاخبار الحلوه؟ طب نبتدي بالاول الحلو، ان بالظبط عاده مرض الروماتويد، مريضه الروماتويد وقت الحمل غالبا بنسبه كبيره قوي نشاط المرض بيبقى قليل، لدرجه ان في منهم ممكن ما تبقاش حتى محتاجه الدواء وقت الحمل، نشاط المرض بيبقى قليل، فدي حاجه كويسه جدا. طب نعمه من عند ربنا، الحمد نشكر لله. ربنا. هو بعد الخلفه يمكن هيزيد نشاط المرض تاني، لكن وقت الحمل بيبقى الدنيا بسيطه. طيب المرض الخبر الغير سار ان معظم الادويه اللي احنا بنديها ما تنفعش مع الحمل، فعشان كده دايما اقول لاي مريضه انت مخطوبه طب تعالي بقى قولي لنا انت بتجهزي عشان في ادويه معينه انا لازم اوقفها قبل ما تفكري تحملي بثلاث شهور على الاقل، وبدلها بحاجات تانية، يعني مش هسيبها على الهوا كده، يعني هبدلها طبعا بحاجات تانية. طب المعلومة دي مهمة جدا يا دكتور، طبعا ان احنا ننوه عنها، ان هو مفروض ان هي لو هي فعلا شخصت مريضة روماتويد، لو دخل على جواز او دخل على خلفة بتأجلها لمدة 3 شهور الأدوية، بس طبعا مش من تلقاء نفسها، طبعا لازم ترجع تاني للطبيب الروماتويد او الطبيب المناعي عشان يحدد لها بقى. بالظبط، بنغير الادويه ونطمن ان في كنترول كويس برضه لنشاط المرض وقت قبل الحمل، وبعدين نقول لها تمام تقدر تحمل، ونرجع ادويتنا تاني بعد الحمل حسب بقى وقت الرضاعه بيبقى لها برضه تظبيط في الادويه. اتفضلي. قصه بقى حضرتك هي تطمن على عيالها، هو جنين اللي هو اطفالها بقى اللي ان شاء الله في طبعا شق وراثي في الروماتويد، بس مش كل مرضى الروماتويد بيبقى، يعني ناس كتير قوي موجوده بتجي لنا عيانين ما فيش حد في العيله خالص عنده روماتويد وجالهم، فهو بس في شق جيني في، فوارد ان الام اللي عندها روماتويد بنتها تطلع عندها روماتويد، لكن مش شرط، مش حاجه برضو اساسيه مش لازم يعني، لكن ده موجود. طب دكتور سيف، حضرتك اتكلمتي كذا مره على نشاط المرض، هو المرض دوت ساعات بينشط في توقيت معين؟ امتى بقى يا دكتور؟ ما احنا اتفقنا المرض الامراض المناعيه طالع نازل، فانا بحتاج اطلع حسب الحاله النفسيه يا دكتور. ما هو بالظبط في ناس بتقول انا للاسف لما تعرضت مثلا لصدمه ما انا ابتديت عظمي ده يعني اتعب جدا، في ناس تقول لك انا من بعد ظروف معينه ابتديت اتعب جدا، يا ترى هو ليه علاقه بالنفسيه؟ جدا ده من ضمن الاسباب، عندنا اسباب كتير الحقيقه، بس من ضمن الاسباب فعلا الحاله النفسيه، وهم بيبقوا مريضه الروماتويد بتبقى اكثر عرضه ان الحاله المزاجيه ما تبقاش احسن حاجه بسبب الالم المتكرر، بسبب الادويه الكتير، زهقت تعبت، فبنبتدي نظبط معاها القصه دي، تبتدي تشتكي برضو بتبلغنا بالكلام ده، ولو لقينا الموضوع زياده بنحولها حتى على دكتور نفسي يبتدي بقى يكتب ادويه اكتئاب بجد، لانه الاكتئاب وحده ممكن يعمل الم، فساعتها يبقى بيضاعف الالام بتاعه المرض وبيضاعف نشاط المرض، وانا عماله بادي في ادويه مثبطه مناعيه وهي الالم بسبب حاجه تاني، فلازم نظبط جدا الحاله النفسيه دي نمره واحد. كتير بيجوا لنا الحقيقه بتبقى مظبطه جدا على الادويه، وتيجي حصل ظرف عندها نلاقي ان النشاط عالي جدا، فبنحاول دايما نظبط النفسيه. حاجة تانية الرياضة مهمة جدا 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 مهمة جدا، كانوا زمان الاعتقاد انه لا مريض الروماتويد ما بيتحركش بقى خالص خالص، وطبعا ده لازم تكون ماشية باتفاق مع الدكتور، لان وقت النشاط الجامد بتاع المرض مش معقولة ركبتي تبقى اول ما انزل اجري يعني، بالظبط هيبقى غلط، لكن اضعف الايمان المشي، رياضة متاحة هو للجميع يعني. والوزن يا دكتور، ان احنا دلوقتي في امراض كتيرة جدا، يعني نقدر نقول اغلبية الامراض او كل الامراض يعني بتتأثر بسبب السمنة، يعني وبتزيد او بتعمل مضاعفات بسبب السمنه، يا ترى الروماتويد كمان يا دكتور داخل من ضمن الامراض ديت من الامراض كل الامراض اللي احنا نعرفها؟ عندنا طريقتين الروماتويد، السمنه الحقيقه بتاثر بيهم على الروماتويد. اولا السمنه كوزن انا بتقل على مفاصل، المفاصل دي اصلا تعبانه وحدها، فبالتالي انا بزود فكره انه ممكن تيجي خشونه مبكره اكتر، يعني اوريدي مريض السمنه بيبقى عرضه للخشونه، مريض الروماتويد عرضه للخشونه، فانا عملت الدبل. طب الحاجه الثانيه السمنه نفسها في اخر يمكن 10 او 20 سنه بيبقى لنا ابحاث بتقول انه السمنه نفسها هي ستيت بتاعت التهابات جوه الجسم، هي نفسها لقينا الماركرز اللي بتزيد مثلا وقت الروماتويد ممكن تكون زايده، مثلا سفره الترصيب ممكن تبقى زايده شويه في حد مجرد عشان هو سمين مش عشان حاجه ثاني، الجسم في حاله التهاب،
فانا كده زودت نسبه الالتهابات. فدي نصيحه طبعا من ضمن النصائح اللي بننصحها لاي مريضه روماتويد وزنها يكون زايد شويه تحاول تخس شويه. حضرتك من ضمن بقى الفحوصات اللي طلبتيها التحاليل والاشعاعات، فكنت بتقولي برضو ان انت بتبقى في كده ارقام معينه الترسيب، سرعه الترسيب يا دكتور، ليه بيلاقوا من سرعه الترسيب لو على مدى طويل تعمل مثلا كل 3 شهور او 6 شهور تعمل سرعه الترسيب تلاقيه عالي؟ ايه علاقه سرعه الترسيب بالروماتويد؟ طيب خلينا متفقين عشان احنا ساعات بيجي لنا عيان مجرد ما عندوش اي حاجه خالص جاينا بس وعن سرعه الترسيب، عايز اقول لك سرعه الترسيب دي من الحاجات يا دكتور اللي دايما مفهوم غلط على موضوع الروماتويد. لا، هي سرعه الترسيب دي عرض وليست مرض. عرض لالتهاب معين. بالظبط كده، الجسم بيشاور بيقول فيه التهاب. التهاب بقى روماتيزمي ده واحد من 300 سبب مثلا، ممكن التهاب في السنان تعمل سرعه الترسيب عاليه. بالظبط. لكن هو بالنسبه لي برضو بيشير للنشاط المرض، بس انا ما باخدش بيه وحده، يعني انا بدور على كذا حاجه عشان احسن نشاط المرض بالحاله اللي كلينيكيا للمريضه نفسها عامله ازاي دلوقتي مع التحاليل اللي موجوده مع كذا حاجه عشان اقدر احكم هل المريضه دي في حاله نشاط المرض حالي ولا لا. لكن واحده مجرد جايه لي بسرعه ترسيب بس عاليه ما بتشتكيش من حاجه مثلا، لا مش روماتويد خالص، تقلقوش. طب زي ما حضرتك قلتي في البدايه ان احنا بيبقى لها مثلا عامل وراثي، فمين اللي نقدر نقول؟ طب وليها علاقه بامراض مناعيه كمان يا دكتور غير العامل الوراثي؟ يعني مثلا مريض السكر ممكن ان هو يصيب سهل جدا، من هو احنا عارفين ان هو كده كده مع الوقت وبالذات من النوع الاول بيحصل ضعف في المناعه. يا ترى كمان ممكن شخص مريض سكر يصيب بالروماتويد من غير ما يعرف ولا لا؟ من الاكثر الاول دي حاله طبعا النوع الاول سكر ده مرض مناعي فعلا. وارد برضو في بعض زي ما قلنا على الغده، وارد طبعا مرضى النوع الاول ممكن يصابوا بالروماتويد. بس انا عايزه انوه عنه حاجه تانية اهم الحقيقه حضرتك اشرت ليها. مريض الروماتويد ممكن يبقى عرضه للسكر شخصيا بسبب بقى الوزن، من الادويه مثلا كورتيزون زود بسبب السكر، جه مع الحاله النفسيه الادويه. بالظبط، مع الحاله النفسيه وات ايفر. فمريض الروماتويد عرضه انه يجي له تصلب شرايين 10 سنين بدري عن مثيله اللي ما عندوش روماتويد. حلو قوي النقطه دي يا دكتور. لازم ينوه ان مريض الروماتويد ايه بقى، ان هو ممكن يجي له تصلب شرايين بدري 10 سنين، يبقى عرضه لجلطات او حاجه بدري 10 سنين. يعني لو واحده مثلا العادي مثلا متوسط مثلا ان واحده يجي لها جلطات على سن 55، لا ممكن مريض الروماتويد يجي لها على سن 45. طيب دي حاجه من الحاجات اللي بنسميها موديفايبل، او ان انا اقدر، دي حاجه اقدر انا بقى العب فيها اتحكم فيها ازاي. من بدري بقى، هي مش جات لي بدري، انا ما بلعبش المفاصل بس، انا ببتدي ادور عندها سكر ولا لا، عندها الدهون عاليه ولا لا، ابتدي اعالج الكلام ده، عندها الضغط ولا لا، كل الكلام ده لو هي مش مهتمه بيه انا ببتدي اهتم منها بيه. الحاجه بقى المهمه جدا 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 التدخين. التدخين وشرب الكحوليات. دكتور دي بقت ثقافه للاسف، لا التدخين بقى في مصر وبالذات للسيدات دي الثقافه. للاسف دي بقت ثقافه فعلا داخل. لا وبياخدوها يعني بيقلدوا بعض، يعني احنا وصلنا حتى في التدخين بقوا يقلدوا بعض، مش يا ريتها حاجه. للاسف. يا ريت الناس تفوق للموضوع ده بجد. التدخين بيخليها عرضه اكتر، لو هي عندها اوريدي استعداد جيني ان يجي لها روماتويد هي عرضه اكتر ان يجي لها بسبب التدخين. التدخين لو هي مريضه روماتويد نشاط المرض هيزيد. طب التدخين بيخلي بعض الادويه اللي احنا بنكتبها ما بتستجبش بسبب التدخين. فنصيحه بجد خالصه هو بوجه عام لاي حد انه يبطل تدخين، وخاصه مرضى الامراض الروماتيزميه، لانه فعلا التدخين مؤثر جدا على نشاط المرض.